يشربه الناس كثيرا، لأنه قلما يوجد طعام لذيذ فيه ما في الحليب من فائدة للجسم. لكن لماذا الحليب مفيد؟ للجواب يجب أن نعرف ما في الحليب. مما يوجد في الحليب الماء. في هذا المقدار من الحليب هذا المقدار من الماء، وفيه أيضا هذا المقدار من مسحوق أبيض يدعى جوامد الحليب، وهذا المقدار من السمن. في السمن والجوامد تكمن فائدة الحليب. الجوامد هي بروتينات وسكر وكالسيوم، وهي تبني الجسم وتوفر له الطاقة. والسمن أيضا يوفر الطاقة. السمن في الحليب لا يرى لأنه منتشر فيه. اللون الأبيض من الجوامد، أليس لذيذا؟ الآن عرفتم ما هو الحليب، وقد تودون أن تروا من أين يأتي، مزرعة الألبان، وما يحدث له قبل أن يصل إليكم. أظنكم تعرفون أن الأبقار أهم المصادر المعتمدة للحليب، والذي يربي الأبقار الحلوبة يدعى المزارع الحلاب. قبل أن يبدأ الحلب ينظف أضرع البقرة التي يخرج منها الحليب. يحلب أولا بعض الحليب بيده لفحصه. ثم يستعمل آلة الحلب. من آلة الحلب يجري الحليب في أنابيب إلى خزان يبرد فيه. التبريد يعيق نمو الجراثيم التي تسبب الأمراض. من الخزان يضخ الحليب إلى شاحنة براد. الشاحنة تحفظ برودة الحليب خلال نقله من المزرعة إلى مصنع الألبان. في المصنع ترون ما يجري للحليب من عمليات قبل أن تشربوه. تفتح الشاحنة ويوصل بها أنبوب. منه يجري الحليب إلى آلة تسخنه ثم تبرده بسرعة. الحرارة تقتل الجراثيم في الحليب. هذه المعالجة تدعى التعقيم أو البسترة، تكريما للعالم باستور الذي اكتشفها. يجري الحليب في الأنابيب إلى خزانات يضاف إليه فيها الفيتامين دي. الفيتامين ضروري لتقوية العظام ونموها، وهو على شكل سائل. هذه الآلة تفعل شيئاً آخر بالحليب يجعله سائغاً. إنها تجانسه. ما هي المجانسة؟ قلنا إن السمن منتشر في الحليب على شكل قطيرات غير منظورة. إذا ترك الحليب غير المتجانس فترة، ارتفعت تلك القطيرات وتجمعت على سطحه. ومنعاً لحدوث ذلك، تحللها آلة المجانسة إلى قطيرات أصغر. يدفع الحليب في منخال دقيق داخل الآلة، ثم ينثر السمن كما تنثر رشاشة الحديقة الماء رذاذا عند شد فوهتها. بعد أن ينحل السمن لا يتجمع ثانية ولا يرتفع إلى السطح. إذن فالحليب قبل تناوله تجري عليه تحسينات ثلاثة: التعقيم والمجانسة وإضافة الفيتامين دي. لكن نصف الحليب في هذه البلاد يستهلك شربا. ماذا يحدث للنصف الآخر؟ يتحول إلى مأكولات مختلفة. من هذه المأكولات ما يصنع بعكس طريقة المجانسة. فبدلا من تفكيك قطيرات السمن كي لا ترتفع، يمكن جعلها ترتفع ثم نزعها.
هذا الجزء من الحليب الغني بالسمن هو القشطة من نتاج الحليب. تؤكل القشطة مع الحلوى أو مضروبة، لكن معظمها يحول إلى زبدة. كيف نفصل القشطة عن الحليب ثم نحولها إلى زبدة؟ ترون ذلك في مصنع الألبان. هنا يصب الحليب في آلة تفصل عنه القشطة بالدوران السريع. بعد فصل القشطة تجري في أنبوب إلى آلة أخرى الماخضة. تسكب كمية من القشطة ثم تغلق الماخضة وتأخذ في الدوران. بهذه الطريقة تتجمع قطيرات السمن فتؤلف كتلا. بعد فترة توقف الماخضة فتظهر كتل الزبدة، ثم يسحب السائل وتغسل الزبدة بالماء. بعد إزالة الماء تفتح الماخضة وتؤخذ منها عينة. هذه زبدة طازجة، زبدة تضغط في قوالب وتغلف وتعبأ في صناديق جاهزة للتسليم إلى باعة المأكولات. وقد تصنع من القشطة منتجات غذائية أخرى، مثلا المثلجات. كيف تصنع المثلجات؟ في المصنع آلة تمخض القشطة برفق مع السكر والمطيبات، وفي الوقت نفسه تبردها وتجعلها ناعمة دسمة خالية من الكتل وحبات الجليد. لم يبق سوى تسليمها إلى باعة المثلجات ليشتريها المستهلكون. المثلجات والزبدة مأكولات تصنع من القشطة والسمن في الحليب، وتصنع مأكولات أخرى بنزع ماء الحليب. ينزع بعض ماء الحليب لصنع غذاء يدعى الحليب المكثف. يصنع الحليب المكثف في أوعية يغلى فيها الحليب. بالغليان يتبخر بعض الماء. وفي آلة أوتوماتيكية كبيرة يسكب الحليب في علب. وهي التي ترونها على رفوف المخازن. اذكروا ان الحليب المكثف فقد بعض مائه. اذا فقد الحليب ماءه كله وازيل منه السمن تبقى الجوامد التي يتألف منها الحليب الجاف. في المخازن يباع الحليب الجاف في علب كبيرة. وفي المعمل نرى الآلة التي تصنعه. المسحوق هو الحليب الجاف الخالي من الماء والمادة الدهنية. يعبأ الحليب الجاف في علب كبيرة وهو لا يفسد بسرعة. من المأكولات المصنوعة من الحليب الجبن، وهو يصنع في وعاء مكشوف من حليب يحرك في أثناء تسخينه إلى حرارة 37 درجة. الحلبون يعرفون أن الحليب يتحول إلى جبن بفعل أنواع البكتيريا، لذا يضيفون إليه البكتيريا المطلوبة. لكل نوع من الجبن نوع خاص من البكتيريا. البكتيريا في السائل تجعل الحليب يروب بطريقة معينة وبنكهة معينة. بعد أن يروب الحليب تضاف إليه مادة تدعى المجبنة، وهذه تجعل الحليب الرائب يتخثر في كتل تنفصل عن السائل الأصفر الذي تعوم فيه. السائل يدعى مصل اللبن. تقطع الكتل ليخرج منها المصل الموجود فيها، وتنقل إلى غرفة أخرى حيث توضع في قوالب. القوالب
القالب يعطي الجبنة شكله. بعد ذلك يوضأ الجبن في صناديق ويختزن لتعتيقه. التعتيق يعطي الجبن نكهة، وهي من أسباب اختيار الناس إياه. أنواع الجبن تعد بالمئات وتعبأ بطرق مختلفة، كشرائح أو قوالب أو كتل، كما تستخرج من أوعية التخثير. الجبن الأبيض أكثر الأنواع رواجا. في المعمل يصنع الجبن الأبيض من الحليب بعد أن تستخرج منه القشطة، لكن ترون في المخازن أن الحليب المقشود لا يصنع كله جبنا، فبعضه يباع كما هو. مثلا المخيط هو الباقي من الحليب بعد استخراج السبكة، واللبن حليب أضيف إليه نوع خاص من البكتيريا يكسبه مذاقا طيبا. اللبن وسائر الأغذية من الحليب جزء مهم من غذاء الإنسان. هل تذكرون مشتقات الحليب؟ إذا فصلنا المادة الدهنية عن معظم الباقي من الحليب حصلنا على القشطة، ونحصل على الزبدة بفصل المادة الدهنية عن باقي الحليب، ونحصل على المثلجات بمخض القشطة المطيبة وتبريدها. إذا استخرجنا معظم الماء من الحليب نتج الحليب المكثف، وإذا استخرجنا كل الماء نتج الحليب الجاف، ويحصل الجبن بتخثير الحليب. يمكن تصنيع الحليب بطرق مختلفة تتيح إنتاج تشكيلة واسعة من المأكولات المغذية المشتقة من الحليب.